في عندنا تقرير لطيف جدا وانا ادعوكم انكم تتفرجوا عليه كويس. ربه منزل بدرجه فنانه لو حبيت تسميها كده. مدام مياده هي سيده مصريه حصلت على جائزه افضل فكره مشروع في دمياط. دمياط دي حدوته بقى، فكروني احكي لكم. وده بعد تدريبها من قبل مبادره ابدا ومبادره حسن مشروعك كمان والمجلس القومي للمراه. طيب مدام مياده دلوقتي بتحضر لافتتاح مشغل اسمه انامل. بيعمل ايه انامل بقى؟ بيدرب ويساعد في تشغيل بقيه الستات والفتيات اللي موجودين عندنا في دمياط. اتفرج على التقرير ونروح للفاصل ونستقبل ضيوفنا. أنا من الأول بدأ احتياجي إن أنا قعدت فترة طويلة في البيت عندي وقت فراغ، حبيت أستغل الوقت ده بشيء يفيدني ويعود علينا بدخل مادي، وبدأت أشتغل حاجة لها علاقة بدراستي وبموهبتي إن أنا بشتغل حرف يدوية لأن مؤهلي فن صناعي ملابس جاهزة، وبدأت بقى عندي منتجات كتير بدأت أنزل بها المعارض، معارض معروفة، وبقى عندي منتجات كتير. سمعت عن مبادرة اسمها مبادرة ست الدار تابعة للدكتورة منى العوض محافظ دمياط والمجلس القومي للمرأة، وبدأت أسمع عنها بدأت أقدم فيها. دخلت في مبادرة ست الدار في المرحلة الثانية، أخدت تدريبات تبع اليو إن معاهم، اتعلمت حاجات كتير أنا ما كنتش أعرفها تبع التسويق. ميادة نموذج إيجابي من ضمن نماذج إيجابية كتير جت المدينة الصديقة للنساء، واستفادت من دعم محافظ دمياط والمجلس القومي للمرأة بأن هم يتبادلوا الخبرات. يعني هي شاطرة جدا في مجال الكروشيه وده كان مجال دراستها، في سيدات اخريات بيعلموا حرف تانية بداوا ان هم يتبادلوا الخبرات، كل واحده بتعلم حرفتها للاخرى، ولكن ميادة كان عندها او بيميزها طموح كبير ان هي عايزه توصل للاكبر وتعرض منتجاتها ومنتجات السيدات اللي اتعلموا منها في المجتمع بشكل كبير، ان هي تخرج السيدات اللي معاها كعمل جماعي وتعرض العمل الجماعي في اماكن كتير بحيث ان منتجاتهم تتشاف بره. شاركنا في معرض في الغردقة 3 أيام كانت تبع يلا فالنتير والمجلس القومي للمرأة، عرضنا في المنتجات وشاركنا، وثالث يوم كنا في مارينا في الغردقة والمنتجات نالت إعجاب سياح كتير، وكمان في منتجات سافرت. وبعد ما رجعنا بدأنا تدريبات في المدينة الأمنة تاني، جالنا تدريب تبع من جهاز تنمية المشروعات، دكتور أحمد فضل كان بيدينا تدريب، عرفت فيه وتعلمت فيه حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها. يعني انا بنتج منتجات كتير بس وعايزه اعمل مشروع خاص بيا بس ما عنديش فكره عن خطه العمل بتتعمل ازاي. احنا هنا بنعمل معارض بشكل دوري بس احنا خرجنا بره المحافظه. انا اشتركت في مبادره اسمها رسائل البحر، كان الهدف منها ان انت تشتغل على البيئه الساحليه وتستغل كل حاجه فيها، فلقيت ان موضوع القواقع ده مناسب قوي فاشتركت. رحنا معرض في الغردقه، معرض حلو يعني كل اللي شافه يعني اعجب بالفكره بتاعه القواقع، على الرغم من ان هي بيئه ساحليه برضو بس هناك مش مستغل الموضوع ده. لما قدمت في مسابقه رياده الاعمال وفزت كان انا هدفي ان احنا نخرج بره دمياط بمنتجاتنا، لان منتجاتنا لها جوده بجوده واتقان عالي، فحبيت لما رحنا تراسنا كزياره حبيت ان احنا منتجاتنا تتعرض هناك ويبقى لنا مكان خاص بينا نعرض هناك فيه، فكان املي كله ان احنا نروح تراسنا وان احنا نقدم في تراسنا. وبعد المسابقه الحمد لله جالي فرصه ان انا ان شاء الله هشارك في تراسنا وبالمنتجات بتاعتنا، كلنا هنطلع منتجات تليق بالمكان اللي احنا هنروحه طبعا.